على طريقة فيلم كاستوي، العثور على بحار أسترالي بصحبة كلبه بعد 3 أشهر قضاها مفقودا في البحر. ثيموثي شادوك أسترالي عاشق للمغامرة، كان يحب حياة البحر ويسافر وحده باستمرار، لكن القدر كان يخطط له مغامرة أخرى. انطلق ثيموثي قبل 3 أشهر برفقة الكلبة بيلا من خليج المكسيك متجها إلى بولينزيا الفرنسية على متن قاربه الشرعي المسمى ألوها تاوا. بعد بضعة أسابيع حلت عاصفة قوية ألحقت ضررا بالغا بمركبه الشرعي الذي فقد معظم معداته ومؤنه، لكن لحسن الحظ لم يفقد صديقته الوفية الكلبة بيلا التي لم تفارقه طوال الرحلة وكانت سببا في عدم استسلامه على حد قوله. أعطاه البحر حصته من أسماك التونة التي كان يصطادها ويأكلها نيئة، لكن أخذ حصته منه أيضا، فكان يعاني العطش ومشاكل صحية لازمته لأسابيع طويلة، ومع ذلك ظل محافظا على روحه المعنوية وسط أهوال المحيط الشاسع. Do you have the date of your departure? Yes, I departed Mexico on... Where from Mexico? La Paz. La Paz? حدثت عملية الإنقاذ المعجزة عندما ظهرت سفينة الصيد المكسيكية ماريا ديليا برفقة مروحية في الأفق. حينها شاهد ثيموثي أول علامات للحياة البشرية منذ أشهر. قدم ثيموثي وحكومة أستراليا خالص شكرهم لطاقم السفينة وشركة الصيد على إنقاذه وإعادته إلى بلده بأمان. وعند سؤاله إذا كان يخطط للإبحار مجددا قال ثيموثي ضاحكا: ربما لا. إذا أعجبكم الفيديو تابعونا على صفحة أجواء. Hi sir. Hi sir. You speak English? Yeah. How are you doing? Okay, can I get your name please? Tim Shaddock. Where are you from? I'm from Australia. Yeah. Do you have the date of your departure? Yes, I departed Mexico on... Where from Mexico? La Paz. La Paz? Recibido por el presidente del Grupo Mar, don Antonio Suárez Gutiérrez. Saludos.